مرحبا، أنا اسمي زياد أبي شاكر، أنا مهندس بيئي ومهندس صناعي. صار لي شي 26 سنة ما بشتغل بشي إلا بالزبالة. اليوم بدي أحضر أنا وياكم فيديو. من بعد ما نحضر هيدا الفيديو رح نتناقش شوي أنا وياكم فيه كيف عم نعمل تطبيقات ما بتخطر على راس حدا، جاية كلها من النفايات. أنا كتير بحبه، كتير بفتخر فيه هالشغل اللي عملناه، لأنه بفرجي من بعد ما نكون عالجنا هالنفايات وعملنا لها ريسايكلينج كيف عم نقدر نطبق فيها بالاقتصاد المحلي، وكيف عم نعمل تطبيق زراعي من النفايات. اوكي، بنحضرها وبعدين بنحكي شويه بموضوع الابلكيشن. نحن اليوم بالجامعة الأمريكية ببيروت عم نركب معدات مستخرجينا كلها من النفايات، وبدنا نعمل تطبيق زراعي تنبرهن انه ب 30 او 40 متر مربع على سطح حيالله بنايه بحيالله مدينه قادرين ننتج 2000 ل 2500 خسه كل 45 يوم، مستعملين بس النفايات المنزليه والنفايات الصناعيه لبعض الصناعات حتى يصير عندنا انتاج محلي للقطعه. برهننا هون انه ما في شيء اسمه نفايات، واليوم الاستعمال تبعها رح بيكون مستدام تننتج ب 50 متر مربع كل 41 يوم تقريبا 2000 خسه. المعلومات تاع زياد كانت مفيده، انا شخصيا وعاتني بانه الانفلونسر ما لازمش يكون شخص سطحي اللي يهضر غير على اشياء سطحيه. كيس نايلون واشياء بلاستيك، مواد بلاستيكيه ما حدا بيعمل لها تدوير. استعملنا للسماد 1200 كيلو يلي جايين من 2400 كيلو مخلفات طعام. أخذنا النفايات الزراعية لما بيقصوا شلاح وحشيش بحشوا الدنيا وكذا، هيدي إجمالا بيروحوا بيولعوها. إحنا فرمناها وخلطناها مع هالمزيج هيدا من السماد وزرعنا فيهم خس. اللونج تيرم بلان تبعنا هو كل سطح بمدينة بيروت ينتج شيء، تيصير في عنا اكتفاء ذاتي كمدينة انه هي تنتج الخضرة تبعها من نفاياتها. اليوم مع صف زياد بالريسايكلينج كنت كتير محمس وكتير مبسوط بنفس الوقت، لانه بالماسترز اللي انا عملته الريسايكلينج والحياة الخضرة خلينا نقول كانت جزء كتير كبير منها. حدا عنده اي استيضاح اي سؤال؟ يعني تجار الخضار ايه شو بهم؟ ما حيعجبهم الكلام هذا، يعني هم يبغوا يبيعوا. ما ببني مستقبلي على شو بحبوا تجار الخضار. بس العالم اليوم قايم على كوربوريشنز. ايوه يعني ما حد يبغى يسوي شيء ببلاش. هلا مثل ما شفت هون نحن عم نزرع خضره، رح نترك لهم لتجار الخضار الفواكه، هن يزرعوا شجر الفواكه غير محل، بس معلش بيسمحوا لنا انه ننتج نحن خضرتنا. اللي تعلمته من المهندس زياد هو انه من المهم اننا نحط يعني اطماعنا وكذا والشيء اللي خلينا نقول الفلوس على جنب، ونركز اكثر من ناحيه يعني زي ما تقول المحافظه على بيئه كويسه لنا ولاطفالنا يعني مستقبلا للاجيال القادمه. سؤالي هو انا مجالي لايف ستايل اند بيوتي، انا اغلب شغلي بيتضمن اب سايكلينج. اوكي، انت مثلا بحكم خبرتك وهيك في شيء ممكن مثلا تعمل لي عليه هايلايت انا ممكن ما اكون بعرفه بهالمجال انه فيني استفاد منه كريسايكلينج؟ في مره اشتغلنا مع بيوتي سالون يلي بيعملوا النيلز، صاروا يجمعوا الحناجير الازاز، فصار عندهم كميه كثير كبيره، وبعثنا لهم كميون ونقلها على المصنع تيرجع يعمل منه ازاز. هذا الشيء ساعدني انه ما حد حالي بالافكار اللي ممكن استخدمها بمجالي انا، لا انا ما هيك، خلاني افكر انه فيني استفيد من الاشياء المعلومات اللي هن هو طارحها بمجال الصناعه. هل في مثلا public announcements او اعلانات او كيف؟ اكشلي انا هيدا اللي بدي اياه منكم، انه توجهوا كل هالفيديوهات اللي بدكم تعملوها تتعلموا الناس وتوعوهم انه مفروض يفرزوا نفاياتهم من البيت. توعية إعادة التدوير لازم نتوجه لها أكثر بالسينما، فإحنا دورنا كسوشال انفلونسر خصوصاً أنا كموفي ريفيور أنه أسلط الضوء على هيك أفلام زيد من توعية إعادة التدوير. بتأمل أنه اليوم من بعد ما اللي شفتوه تعملوا فيديوهات تفرجي قوة هالنفايات والبوتنشل تبعها،
كيف نقدر نروح من مكب أو محرقة لأنه ننتج خضرة على سطح البناية. أنا كإنفلونسر صغيرة هلأ من أصل فلسطيني عايشة طول عمري بالسويد، حابة أجيب أهمية التوعية من الدول الغربية للدول العربية لنستفيد ونخلي الأجيال اللي جاية إن شاء الله يستفيدوا من هذا الشيء. ساعتها راح أعتبر حالي أنا إنفلونسر بمعنى الكلمة، عن جد بستحق اللقب. تحدي هذا الأسبوع هو ريسايكلينج أو إعادة التدوير. أنا الفكرة اللي قدمتها لسيلين هي إنه أتخيل محل كله خضار، وهذا الخضار معمول من وراء إعادة تدوير النفايات. فأنا يعني رح كون عم فرجيهم هيدا الشيء اللي تخيلته، بس أنا رح أقول كيف الطريقة. يعني مثلاً الطاولة اللي قاعد عليها أو الحيط كله مزروع خضار أو عرفتها. أول شيء الثاني هو إنه فاندينج ماشين بتحطي فيها الكانز، فبيطلع لك يا كوبو مثلاً للجيم، بيطلع لك أشياء تشجعك على تعمل أشياء صحية من وراء هيدا الفاندينج ماشين. فأنا أنا بس عم فرجي كيف فينا نوصل لهيدا الشيء. يعني صراحة كتير كومبليكيتد وكتير في أفكار فيت ببعضها. يعني بلشنا بي عم تتخيلي مدينة كلها خضرة، أوكي، والفيرتيكال وولز، كفينا بالفاندينج ماشينز، فضاعت كتير الفكرة بصراحة. سيلين قالت لنا الفكرة كتير معقدة، وأنا صراحة اقتنعت منها لأنه يعني رح يكون صعب أنه صورها، يعني أنه قدمها كفيديو. بس سمر ما تنسي أنت ويلنس. بس الصراحة يعني ما هلفي. هي إنه ريسايكلينج بحد ذاته هو زي مساحات خضرة وهيك، أنه بتساعد أنه توقف البولوشن. مزبوط. بس انتبهي على الفرق بين الريسايكلينج اللي بيودي لمساحات خضرة وهيدا، والإنفايرنمنتل ولا مشاكل البيئة اللي نحنا مش هذا هو موضوعنا. فهمت شو الفرق؟ ما بديك تخلطي الجرين مع الريسايكلينج، ركزي على الريسايكلينج وعملي شغلة واحدة بتفيدنا كلنا. من بعد ما سيلين قالت لي انه الفكره معقده، فكرت شوي وعملت ريسيرش، ولقيت انه في فكره هيك بسيطه بقدر اوصلها احسن من الفكره اللي كانت قبل. هيدا الاسبوع راح اجرب اقدم فيديو احلى من اللي قدمته هديك الجمعه، واذا نجحت بهذا الشيء بتوقع كمان انه اكون بين الاوائل. التحدي لهذا الأسبوع هو عن إعادة التدوير. هذا الموضوع بالنسبة لي مهم لأن هاي الثقافة ما منتشرة عندنا بالعالم العربي، وإحنا كمؤثرين اجتماعياً لازم نسلط الضوء على هيك أشياء مهمة. شو؟ عندي فكرتين. أوكي. أول شيء أنا سويت سيرش على ريسايكلينج ان سينماز، يطلع لي شغلتين اللي هم ريسايكلينج انيميشن، والت ديزني او اي شركات ثانيه تسوي انيميشن تعيد نفس اللقطات، او ريسايكلينج سكريبتس، يعني سكريبت مكتوب باليابان سوى امريكي وامريكا عربي سوى، وهكذا. وين الفكره؟ ليش ما احكي اني منظور السينما على الريسايكلينج؟ شو يعني ريسايكلينج بالنسبه للسينما؟ الريسايكلينج بالسينما بالإجمال وخصوصي بالسكريبت منا ريسايكلينج. فأول فكرة ما نزبطها. الفكرة الثانية إنه أطلع أتكلم عن دوكيومنتاريز حكيت عن الريسايكلينج، مهمة إنه الناس تشوفها، وبعدين ممكن أتكلم عن فيلم اسمه وولي، فيلم أنيميشن. إذا بدك تحكي عن دوكيومنتاريز بالإجمال وتوصلنا على وولي، حلوة الفكرة. بس Wall-E is an animation. منه شيء معمول من actual recycling. لا بس فيه مسج قوية عن الريسايكلينج. فيه صح، بس الطريقة كيف عم يوصل المسج ما خاصة بالريسايكلينج من أصله.
نصيحتي أنا كفي شوي بحث أكتر. في حال لقيت فيلم بيطابق هذا الشيء اللي عم نحكيه هلأ بيكون كتير منيح، إذا لا تاني فكرة أزبط من أول فكرة أكيد. أوكي أكفي بيها يعني. يس. صراحة ما في أفلام انصنعت من مواد تم إعادة تدويرها، بس لازم أرجع للريسيرش وأدور أكثر لأن أريد أوصل أقوى رسالة للتثقيف عن هذا الموضوع. بعد ما عرفنا التحدي أنا أول شيء كتير استصعبته وبعدها استسهلته، فطلعت ببالي فكرة وناطر هلأ أعرض على سيلين. كيفك جنان؟ هالمرة مشان نغير روتين ما رح أقلك رواق، ما في الحال. لا شو موضوع الأسبوع؟ شو الوضع؟ رح أكتب قصة. لا جنان لا لا عن جد عن جد شي مرة بهالعمر سمعت مني يا ربي أنا سيلين إلها مدة بتقلي غيري عن الشعر اكتبي قصة بس أنا ما كان فيني حسب الموضوع ولكن هالموضوع بالذات إعادة التدوير أنا ما قدرت أعملها إلا هيك بس ما رح تكون كتير مباشرة أو واضحة إيه طيب ماشي بدي يكون في التصوير يوضح المعنى اللي أنا بدي إياه يوصل أوكي. مبسوطة إنه هالأسبوع سيلين ما عارضتني بالفكرة وحبت الفكرة وقالت لي أوكي فوراً بدون ما تقلي هاي بلاها وهاي بلاها بس انتبهي جنان ما بدي إياكي بالفيديو تفوتيلي بقصص ومتاهات منا لإليك لأنه بعرفك وبعرف كيف بتفكري فرجينا هال 98% الذكاء اللي بقى مش عم تفرجينا إياه 100% ماشي ميرسي موفقة جنان هلأ ارتحت نفسياً لأنه سيلين وافقت لي على الفكرة وبس بقي لي إنه طبق هاي الفكرة الموجودة بذهني نظرياً لواقع عملياً نفذها وصورها أنا حاسة فكرتي هالأسبوع جديدة عم بعرض قصة وكتير بتدعي بالخيال بتدمج بين أكثر من شيء بوقت واحد أنا ما عم جازف النص مدروس والقصة مدروسة عملت ريسيرش وقلت انه أما اقعد مع سيلين اعمل ريسيرش حتى الاقي شيء اقدر اتكلم عنه واعطيها الفكره خبرينا لان انا فلوجر كنت حابه اخذ هذا الشيء بيرسونال ريسايكلينج اني اروح على مصنع ترميم واعاد تدوير الزبائن فبدي اخذ انا بس قسم واحد من هالاشياء البلاستيك الورق هيك شيء وادمجه مع فلوج وانا نفسي اني اخذ التجربه اروح انا اساعدهم اسالهم اسئله هيك شيء يعني شو رايك إنه ما عجبها بالمرة يعني فكرتك ولا بتنسمع أصلاً يعني مشكلة أنت معيك إنه لأنه هداك الأسبوع خدت التجربة بطريقة شخصية أكتر صرت بتعملي كل مرة زيت شيء لا أنت منك مذيعة ومنك صحفية على الأرض بتنزلي وبتروحي بتحمل الميكروفون وبتركضي على محلات تشوفي شو عم بيصير مش هيدا أنت فليه عم تحطي حالك بهذا الموقف يعني فيك تعملي شيء أسهل بكتير وأحلى بكتير وبيشبهك أكتر مثل شو؟ مثل شو؟ أنا بدي أقولك مثل شو؟ التجربة الشخصية هي شيء بيصير معك كل يوم بحياتك فالفكرة بدها تكون تشبه حياتك اليومية ما هو أنا بدي أعمل شغلة شخصية يعتبر اسمه شو دي اي واي لا يعني. شغله شخصيه إيه. اوكي مش يعني اخذ قنينه وافختها وحط فيها صابون ودحتها هذا انت شيء تعمليه كل يوم بحياتي لا بس ممكن انسى البيبسي اخليها ما في بس ما في بس كان الجواب صارم جدا من سيلين فهمتني انه انا مش صحفيه اني اعمل شيء مش مناسب لفئتي لان هيك ممكن اطيح محط الخطر واحنا ما بدنا هذا الشيء مثل كل مره شو بقول لك انا ريسيرش يا ريسيرش طيب كانت شوي شديدة القعدة هاي المرة بس استفدت منها كتير كيف أكون فكرتي طبعاً لما لقيت حالي والحمد لله وصلت من 30 ل 60 بدي أبين هلأ الأفضل يعني من 60 بدي أطلع على 65 على 70 عندي العبء أكبر من قبل لأنه بدي أبين أنه صارت حسنت وتطورت وبلشت تعمل الشيء الصح اللي بمثل شخصيتها اليوم عيد الأم ونحن بعاد كلنا عن أمياتنا ونحن قررنا إنه ما نخلي هذا النهار يمرق بلا ما نعيد أمياتنا بطريقة كتير حلوة
ماما. الو حبيبي. هاي يما، كيفك؟ شو اخبارك؟ كيفك يا عمري؟ تمام، كيفك انت؟ كيفك انت؟ مشتاقت لك كثير. كل عام وانت بخير بمناسبة عيد الأم. حبيبي حبيبي. هابي ماذرز داي. يلا بتفرح منك وبشوفك اون ماما. خلي لي اياكي كل سنة وانت بألف ألف خير. هي أول عيد أم بتكوني انت بعيدة. صح، هيدا أول عيد أم بكون فيه ماني معك. بس قلبي معك. وانت بألف خير يا روحي. يعني صحيح انا عايش برا، بس اصعب شيء انا بواجهه بحياتي برا هو بعدي عنك. والله العظيم حبيب قلبي. والله وانا كمان يا حبيبي. والله وانا يا عمري. ازيك يا حبيبي، وحشتني. وانت كمان وحشاني. والله العظيم وحشاني، مفتقده. بدي رايي. طب بصي بلوزه هي أمك عيّة. صراحة أول ما شفت صورة أمي على التليفون مش عارف، مشاعر كتير 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 ورا بعض مش مفهومة كده. Happy Mother's Day. Thank you حياة قلبي أنتِ، وأنا كتير مبسوطة فيكي. أمي بتضل صار لها تقريبا شي 15 سنة بتقلي أنتِ وردة حياتي، وأنا بحس إنه هي كل حياتي. كثير اشتقت لك يا قلبي. عم تبكي. مبسوطين فيكي نحن و... وانا اشتقت لك. لا ما راح ابكي. لا دموع، لا دموع. احنا كثير مبسوطين فيكي. مام. لك ما تبكي. ماما كثير حساسة وبحسها بتقوى فيني، فما في انه هي تشوفني انا ضعيفة او رقيقة او ببكي او حساسة، هي بتشوفني قوية تستمد هالقوة مني. وحشتيني. وانت كمان وحشاني. مفتقدك والله العظيم. ادعي لي اخرج الاسبوع ده ارجع لك. لا يا حبيبي، ان شاء الله تبقى احسن واحد في الدنيا. كيف حالك يا زاهد؟ وحشتني. ايش اخبارك؟ الحمد لله بشوف اخبارك بتفرح في التلفزيون. ليش يا عمري متغيرة؟ مبين عليك تعبانة ومرهقة و... إرهاق؟ شو بدي أعمل؟ أنت عارفة يعني دوام وتصوير. عشانك مش عندي، مش مشتاقة لماما. آه، ما تقلبيش علي المواجع، أنا عم حاول أضلي قوية. سمنا لنا ضعفان. لا ضعفان شوية. أنا بعيني مدانة ضعفان. لا ما شاء الله ضعفان. محلاو، أحلى. ردت أطلع من الكاميرا وأحضنها وأبوسها وكلش مشتاق لها والله. حبيبي راشد، اشتقت لك كثير وأنا مبسوطة فخورة فيك، ومهما كان أمامك من صعوبات إحنا دائما داعمينك بدعواتنا وثقتنا فيك. ما بدي إياك تقفلي، خليكي معاي. سارة هتنقي عمامة خمسة مواق. يلا يا عمري. ماما يا ألس كراية هيلا متليب. وانا بموت فيك يا عمري. يلا حبيبي، بدي تجيبي لي حاجه منيحه، هديه الام تفوزي بلقب نجم بلا حدود. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله عم بشتغل هذا الشيء لاحصل على اللقب. باي 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 باي. يلا عاوزه حاجه؟ لا ان شاء الله حاجه، خد بالك من نفسك. ها ماشي، مع السلامه حبيبي. مع السلامه. ليش قفلنا؟ ينعاد عليك يا مامي، وان شاء الله على طول تضلك حده وتهتمي فيي، وانا هلا صرت اعرف عن جد قيمتك على المزبوط. حسيت راحه نفسيه هيك، شميت ريحه البيت شوي. حبي لإلها ما بتقدر اكثر من الكون بحبها.